أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التأمين الطبي؟ وما حكم التأمين التعاوني؟ وما حكم العلاج على حساب الشركة؟ كل التأمين التجاري بأنواعه، سواء طبياً كله تجاري وليس تعاونياً كما يسمونه، كذبة سموه تعاوني وكذب، تجاري ما هو بتعاون. التعاون يتبرع، إذا تبرع جماعة وجعلوا لهم صندوق يعالجون منه المريض مجاني، فهذا هو التعاون. أما يجمعون ويقولون يرجع علينا مرابح واستثمار، هذا تجاري وليس تعاونيا، وهو حرام، لأنه أكل المال بالباطل. تدفع مالا يسيرا وربما تعالج بمئة ألف أو أكثر بعض العمليات على حساب الناس، على حساب الشركاء. ما الذي يباح لك أكل أموال الناس بالباطل؟ نعم، فالواجب أن المسلم يعالج نفسه على حسابه من ماله الخاص، والحمد لله، ويحسن الظن بالله عز وجل. وإن تبرع أحد في علاجه فلا بأس. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. لكن هذا ما هو بتبرع، هذا تجاري. نعم.